السلام عليكم. بدون أي مقدمات، كثير سألوني كيف تغير الماب في الريبلاي لما تسوي أدت، وبعرض لكم مثال الآن. شوفوا، طبعا عشان أغير الماب في الريبلاي في طريقتين. الطريقة الأولى تعتبر قديمة ومتعبة، وهي اللي كنت أستخدمها زمان، وعشان أسويها لازم أستعمل برنامج RL Simple Replay Editor، وكان برنامج خارجي ويعتبر معقد إلى حد ما. أما الطريقة الثانية طحت عليها بالصدفة لما كنت أفرفر في بلوجينات الباكس مود. المهم، الطريقة مرة سهلة، وكالعادة تحتاج برنامج باكس مود يكون مثبت عندك، وعاد ما في أحد ما يعرف برنامج باكس مود، بس إذا كنت ما تعرفه ولا محمله عندك، فترى سويت عنه شرح هنا بقناتي، والبرنامج يشتغل على ستيم وعلى إيبك جيمز. راح يطلع لك المقطع فوق يمين أو يسار، وبرضه راح تلقاه في الديسكريبشن تحت. روح تابع المقطع وثبت الباكس مود وتعال كمل هذا الشرح. المهم، نبدأ الآن بشرح الطريقة. الآن بعد ما حملت الباكس مود وشغلت روكت ليج، هذه هي قائمة الباكس مود. أوكي، تروح على بلوجنز فوق على اليمين، وتنزل إلى بلوجن مانجر بيتا. أوكي، تضغط open blogging manager، تيجي هنا عند الاي دي وتكتب 105105، تضغط كلمة install by id، راح تعلق اللعبة شوي، شيء طبيعي. اوكي، بعد ما فك التعليق تقفله، وراح تلقى هنا replay item mode. اوكي، ما راح تلقاه الا اذا سويت حركة blogging manager. اوكي، تفتح القائمة حقتها هذه، تضغط كلمة load plugin. اوكي، بعدين تضغط open GUI، راح تفتح لك هذه القائمة. تمام، خلاص الآن تدخل على الريبلاي اللي تبغى تسوي عليه إدت، أو يعني تبغى تعدل عليه. أوكي، مثلا بدخل هذا الريبلاي حق الريست. أوكي، إحنا الآن دخلنا الريبلاي، نحط مثلا على البلاير فيو. أوكي، ونحط مثلا على شيكو اللي هو أنا. تمام، الآن هذا البرنامج يكون فوق يمين عندك كذا. تمام، واجهة البرنامج مرة بسيطة. أوكي، راح يطلع لك هنا أسماء اللي موجودين داخل الجيم. أوكي، إحنا حاليا في الجيم 2v2، يعني أربع أشخاص، شيكو والأسماء الثلاث الباقية. تمام، وفي عندك قائمة دبول، هذه كلها بنرجع لها في النهاية. أوكي، الآن شيكو يمديني هذه سيارة أوكتين مثلا، أحط أي سيارة ثانية في أوكي نيسان سكايلاين. أوكي، ضغطها. أوكي، واو، تغيرت السيارة. يمديني برضو عدل على الديكل مثلا 20XX، صار معي 20XX. أوكي، نخلي الريبلاي يوقف على هالجهة عشان نقدر نشوف السيارة بشكل أوضح. زي ما قلنا، يمدينا نتغير السيارة، تغير الديكل، يمديك تغير الكفر، نغير مثلا نحط أي كفر ثاني راح يتغير دايركت معك. يمديك تغير كل حاجة، ويمديك برضو تغير الألوان. مثلا خلنا نغير سيارة عشان نقدر نعدل في اللون، مثلا نحط أي سيارة بليز، مثلا نكتب أوكتين. أوكي، راح يطلع لي الأوكتين. يمدينا أعدل لون السيارة، مثلا نحطها كريمزون أحمر. هذه هي الواجهة الأولى أو الجزء الأول من البرنامج، إنك تغير السيارة وتغير الأشياء اللي فيها. الآن عندك The Ball، يمديك هذه الكرة فوق، يمدينا أضغط هذا الصح وراح يخفي لي الكرة. أوكي، كذا ترجع الكرة. نجي الآن عند أهم حاجة واللي هي المابس. أوكي، يمديك هنا تغير وتحط أي ماب تبغاه. أوكي، مثلا خلينا نشوف الهدف الأول في هذا الريبلاي. أوكي، نرجع ورا شوي، نحط مثلا الفيو عندي وين شيكو. أوكي، هذا شيكو، نشوف كيف جاء الهدف الأول. اوكي، هذا هو الهدف الاول، خوي جاب جول. تمام، نغير الماب الان ونشوف كيف الهدف الاول. مثلا نحط اي ماب، مثلا نحط مثلا ابغى سالتي، ماب سالتي. اوكي، هذا هو ماب سالتي، نحط ماب سالتي، بيعلق شويتين او يحمل او لود او اي حاجه عادي، انت بس انتظر لين ما يشتغل. اوكي، فتح معانا الريبلاي، نضغط ستوب، نحط الفيو علينا. اوكي، بلاير فيو، نحط شيكو ونقدم الى الجول الاول. اوكي، خلينا نشوف كيف جاء الجول الاول. اوكي، اخوي جاب السيلينج، تغير الماب كذا. طبعا بهذه الطريقه انا كنت اغير المابات. الان عشان مثلا نرجع السياره، شوف الان سيارتي شكلها خايس، اضغط كلمه ريستور تو اوريجينال، راح ارجع للسياره زي ما كانت قبل. يمديني اعدل عليها زي ما ابغى، يمديك تعدل على سيارات الاشخاص الثانيين اللي موجودين داخل الريبلاي. اما اللي قبل الاخيره هذه تشينج ستاديوم كلر، ما فهمتها صراحه ولا تعمقت فيها. اما الاخيره بريست. اوكي، راح اشرح لكم اياها على السريع. البريست هذه فائدتها مثلا الان على شيكو، مثلا بحط سياره النيسان، نطلع هنا فوق، حطيت سياره النيسان وبحط مثلا 20XX عليها. اوكي، خلاص انا كذا ابغى السياره تنحفظ كذا. اذا طلعت برا الريبلاي بعدين ودخلت، ما راح تجيني السياره زي كذا، راح تجيني طبيعيه. فكيف احفظها؟ اروح عند البريست واسوي سيف كورنت ريبلاي لود اوت، راح ينحفظ معي البريست. اوكي، الان لو تلاحظون طالع اسماء الاشخاص كلهم، طالع شيكو محطوط سياره النيسان الجي تي ار ومحطوطه 20XX. تمام، الان بطلع برا الريبلاي
ونبغى نخش مره ثانيه ونشوف. اوكي نخش على الريبلاي الان. ريست، هذا هو الريبلاي. اوكي نشوف سيارتنا، هذه هي. مثلا نحط الفيو علينا، بلاير فيو، ونحط شيكو. اوكي هذه السياره. طبعا احنا قبل كنا مختارين النيسان جي تي ار، عشان نرجعها نفتح قائمه الباكس مود البلوجنز ونروح عند البلوجن حقنا اللي هو ريبلاي ايتم، نسوي لود وابن جي يو اي. اوكي خلاص هذه نقفلها ما نحتاجها. نجي عند البريست، وهذا هو البريست اللي حفظناه قبل. نضغط كلمه لود راح يرجعنا كل حاجه. وبكذا انا انتهيت الشرح. طبعا في حاجه مره مهمه، لو تضغط على حرف الاف في الكيبورد راح يفتح لك هذه القائمه. هنا يمديك تحط جرين سكرين، تمام، ويمديك تخفي مثلا الحواف هذه كامله. ولو نفتح البرنامج مره ثانيه ونخفي الكوره اللي هو البلوجنز، هذا هو اوبن جي اي، الكوره يمدينا نسوي لها اخفاء. وهنا يمديك تاخذ جرين سكرين للسياره كامله، للقطه كامله، فهمت كيف؟ يمدينا مثلا نغير، نحط مثلا اشياء كذا زي في المونتاج القديم حقي، مثلا نحط اشياء كذا غريبه، اي حاجه عشان يعني اخلي الادت شيق شويتين. هذا هو كان الشرح. اذا عجبك الفيديو اعطيني لايك، وتعال تابعني في الانستا، ترى انزل مقاطع ادت مره حلوه. واهم شيء لا تنسى كود الايتم شوب FF7Y، وشكرا على المتابعه.